دكتور فهد، أزمة كبيرة بين مدرب والكابتن حسين عبد الغني والضحية النصر. صحيح، أنا أعتقد أن الآن الأزمة والمشكلة اللي بين زوران وحسين عبد الغني قد تؤثر على مسيرة الفريق النصراوي في الفترة القادمة. احنا شفنا يعني ليست يعني وليدة اللحظة، هي لها فترة، من فترة هو المشكلة بين زوران وحسين عبد الغني موجودة. نعم. يعني تابعناها يمكن قبل 4 أو 5 جولات واستبعد في أحد المباريات، ثم عاد مرة أخرى إلى الفريق. نعم. ولم تحل هذه المشكلة. هذه المشكلة ومشكلة حسين مع المدرب، نعتقد إدارة النصر لازم يكون لها موقف واضح تحدد من المسؤول عن هذه الإشكالية. الواضح في مباراة النصر الأخيرة يعني لما شفنا اللاعبين النصر بعد تسجيل هدف اتجهوا كلهم للمدرب، هذه رسالة واضحة، وهذه رسالة واضحة أن حتى اللاعبين، يعني طبعا ما أبغى أدخل أيضا في النيات. نعم. ولكن واضح أن حتى اللاعبين الآن يريدون حل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن حتى يستقر الفريق النصراوي. لا يدعمون. نعم. الرسالة واضحة، دعم كامل. أنا يمكن أخذتها بعد المنظار، لكن أنا أقول دعم كامل، هم يحتاجون الآن للاستقرار. الرأي العام النصراوي أنا أعتقد أنا أشوف أنه واقف بشكل كامل مع زوران. إيه؟